حيث تشهد مزارع الأسماك في محافظات الفرات الأوسط كارثة بيئية تسببت في نفوق الملايين منها خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما تسبب في خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات لأصحاب تلك المزارع. ويعزو المسؤولون الحكوميون في العراق سبب موت الأسماك في نهر الفرات إلى بكتيريا الغلاصم كتشخيص أولي، بينما تقول وزارة الزراعة إن وجود عدد كبير من المزارع في حوض النهر أدى إلى انخفاض منسوب المياه وقلة الأكسجين ما تسبب في نفوق السمك. تحت هذا الجسر أطنان نافقة من الأسماك. هنا عند مشروع المسيب الكبير على نهر الفرات جنوبي بغداد، تصل الجرافات الليل بالنهار لإخراج الملايين منها لطمرها خارج النهر. المسؤولون المحليون يقولون بحسب تشخيص أولي إن سبب نفوق الأسماك بكتيريا الغلاصم التي تفشت وضربت جميع المزارع السمكية التي تتخذ من الفرات ملاذا لها، لتبيد الثروة السمكية عن بكرة أبيها. كارثة مالية كبيرة تتكبدها البلاد، قدرت بحسب الخبراء ب100 مليون دولار خلال أقل من أسبوع. بداية السبب اللي تم تشخيصه هو مرض فطري يصيب الأسماك، وهو مرض تعفن الغلاصم سبب موت هاي الأعداد الكبيرة. نحن بدورنا مشرفين على العمل برفع كافة الأسماك اللي موجودة في نهر الفرات، ونهب بالأخوة أصحاب المزارع بعدم رمي الأسماك النافقة في النهر. خطر نفوق تلك الأسماك لا يزال قائما، والخوف يزداد أكثر من امتداد كارثته باتجاه محافظات جنوبية أخرى. تستمر عملية إجلاء النافق من هذه الأسماك إلى خارج النهر درءا لمزيد من تلوث المياه، عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى أيام. والله هذا نظفنا هذا السمك كله اللي تشوفه بعينك، يعني دفعنا هذا كله، دفعناه السمك. شيئا فشيئا يصل نفوق الأسماك إلى محافظات الفرات الأوسط، واسط وكربلاء وديوانية والسماوة التي تقع على ضفة الفرات، كلها معرضة للخطر خلال الأيام القادمة. يتوجب على الحكومة المركزية المتمثلة بوزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة أن تقوم بتشكيل لجنة يعني لمعالجة هذا الأمر والوقوف على أسبابه وتعويض أهالي هذه المزارع عن هذه الخسائر الفادحة التي أودت إلى هلاك جميع مزارعهم. أول ردود الفعل الحكومية النأي بالنفس. وزارة الزراعة تعزو نفوق تلك الأسماك إلى انخفاض منسوب المياه في حوض الفرات، بينما تؤكد وزارة الصحة أن الخطر البيئي لم يؤثر حتى الآن على البشر. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، محافظة باب.